أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة سما، والبداية بالعناوين. اعتداء آثم، اعتداء إرهابي. استشهاد 3 من عناصر الشرطة وإصابة 2 نتيجة هجوم إرهابي في ريف درعا. لبوا نداء الشركة ويعملون ليل مع النهار بشكل متواصل. بعد بدء استلام الشوندر السكري، وزير الصناعة يتفقد جهوزية معمل سكر تل سلحب. حملة اللقاح حملة مجانية مقدمة من وزارة الصحة السورية. وفي محافظة الرقة 9 مراكز صحة وفرق جوالة لتقديم اللقاح للأهالي ضد فيروس كورونا. أهلا بكم من جديد. أعلن المتحدث باسم القوات الروسية في سوريا أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين بدون طيار قرب قاعدة حميميم الجوية الروسية غرب البلاد، مؤكدا أن الجماعات المسلحة تواصل محاولاتها للهجوم على قاعدة حميميم بالطائرات المسيرة. وقال إن قاعدة حميميم تعمل بشكل طبيعي ولم تقع إصابات أو أضرار نتيجة الهجوم. استشهد 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي وأصيب 2 آخران بجروح نتيجة هجوم إرهابي استهدف دورية بريف درعا الشرقي. أذكر مصدر في قيادة شرطة درعا لمراسلة سانا أن مجموعة إرهابية هاجمت بالأسلحة الخفيفة دورية للشرطة، تلا ذلك انفجار عبوة ناسفة على طريق درعا سجن غرز، ما أدى إلى استشهاد 3 عناصر وإصابة آخرين بجروح. اعتداء آثم، اعتداء إرهابي على مجموعة من الضباط أثناء تأدية مهامهم والتحاقهم بوحدتهم صباح هذا اليوم بكمين غادر استهدفته العصابات الإرهابية الرخيصة العميلة الرحمة لشهداء الوطن. وصل إلى المشفى 3 شهداء وجريحين، الجرحى حاليا وضعهم مستقر وهم بحالة جيدة، و3 شهداء تم تشييعهم إلى مشفى حرستا. احنا رايحين عم نسعف زملائنا، عم يشيل السيارة بالسطحة، انفجرت لنا عبوة ناسفة ودت لإصابتنا. أنا فقدت الوعي، عم بيحكوا لي الشباب ما بعرف اللي صار معنا بالضبط. كنا واقفين محل الإصابة وأثناء عم نشيل الشهداء من السيارة إجت الرفعة مشان نشيل السيارة المضروبة، حطيناها هي الرفعة أثناء عم تشيلها كان في عبوة ناسفة تحت السيارة فجرت فينا وما أدى لإصابتنا. فهذا الشيء إنه مفكرين حالهم يضعفونا، لا لكن بالعكس نقوى بزيادة أكثر وأكثر. طالب إعلامي محافظة الحسكة خلال وقفة تضامنية بإطلاق سراح مراسل قناة الإخبارية السورية محمد الصغير المختطف لدى ميليشيا قسد منذ سنوات. هذا وكان الصحفي محمد الصغير بدأ إضرابا عن الطعام بعد تدهور حالته الصحية نتيجة ظروف الاختطاف السيئة. من خلال هذا التجمع النوعي للإعلاميين والصحفيين نطالب بالإفراج عن محمد الصغير الإعلامي والصحفي، ولن نقول شيء آخر إلا الإفراج عن الإعلامي والصحفي محمد الصغير. حقيقة اليوم من الحسكة من بين زملاء الزميل الصحفي محمد الصغير وأهله والفعاليات الاجتماعية والشعبية نطلق هذه الصرخة باسم اتحاد الصحفيين في الجمهورية العربية السورية وباسم الإعلاميين في محافظة الحسكة للإسراع بالإفراج عن محمد الصغير. هذا الاعتقال هو اعتقال أكثر من تعسفي، وهو اعتقال ضد مبدأ حرية الرأي والتعبير والصحافة التي هي مصانة بحكم الدستور، والدستور السوري هو أعطى حرية الرأي والتعبير، وزميل الصحفي دفع ثمن لا ذنب له إلا أنه غطى الحقيقة عن الاحتلالات وممارستها من قسد وأخواتها. حرية وديمقراطية وتوقيف الصحفيين وغيرهم هذا لا ينم عن حرية وديمقراطية، إنما حجز حريات
هي وقفة للتعبير في الحقيقة عن ضرورة حماية حرية الرأي وحرية التعبير، ولا سيما أن هذه الحرية محفوظة في لائحة حقوق الإعلاميين والصحفيين العالمية وكذلك في لائحة حقوق الإنسان. رسالة لهذه المنظمات الدولية الموجودة خصوصا في مكاتب لديها مكاتب في مدينة القامشلي، نقول أين هذه المنظمات؟ لماذا صامتة؟ لماذا تتدخل بهذه الجريمة النكراء؟ هم جاءوا مدعين الحرية والديمقراطية ويريدون يعني كسر أقلامنا وإسكاتنا وإخراس كلمة الحق. الصحفيين والإعلاميين في المعهد يطلقون صرخة من أجل الإفراج عن محمد الصغير المعتقل منذ 3/6/2019، أي ما يقرب عن 1114 يوم، وهذا يعني يعتبر انتهاك لحرية الصحافة والصحفيين. من خلال هذه الوقفة الاحتجاجية التي تدعت إلى كافة الفعاليات الاجتماعية والقانونية والإعلامية في محافظة الحسكة، ندعو المنظمات الدولية العامل في المجال الإنساني للتدخل سريعا في فك أسر مراسل القناة في مدينة القامشلي، ثم نتساءل ما هو القانون الذي يحاكم عليه. إلى ذلك، خطفت ميليشيا قسد المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي خلال الساعات الماضية عشرات الشباب خلال حملة مداهمات لعدد من مدن وقرى المحافظة، اقتادتهم إلى معسكراتها لتجنيدهم وزجهم في صفوفها، استحالة من الغضب والرفض تسود بين الأهالي المطالبين بوقف هذه الانتهاكات بحق أبنائهم. مصادر محلية في مدينة الحسكة ذكرت أن مجموعات مسلحة تابعة لميليشيا قسد اختطفت عددا من الشباب أثناء مرورهم عبر الحواجز التابعة لها داخل مدينة الحسكة، وتحديدا في أحياء غويران والنشوة الغربية والشرقية، من أجل تجنيدهم وزجهم في جبهات القتال. حسب المصادر فإن هناك بين المختطفين أشخاصا لم تتجاوز أعمارهم 15 عاما. عمدت الميليشيا إلى نشر حواجز بغير أماكنها على الطرقات العامة، تشديد الإجراءات من خلال التدقيق في البطاقة الشخصية واختطاف كل شخص عمره من 15 إلى 40 عاما. جدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التأكيد على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، لافتا إلى استمرار طهران في التعاون مع سوريا وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. وأوضح الرئيس الإيراني خلال لقائه الدكتور فيصل مقداد وزير الخارجية والمغتربين أن الجانب الإيراني أكد خلال اجتماع رؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا في طهران ضرورة الامتناع عن أي إجراءات تمس بسيادة سوريا، ما ينعكس سلبا على كل الدول المعنية، وأن الحل لأي مشاكل يجب أن يكون عبر الحوار واحترام السيادة السورية. وكان بحث المقداد مع مستشار قائد الثورة الإسلامية الإيرانية للشؤون الدولية الدكتور علي أكبر ولايتي ومع النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر واقع العلاقات الثنائية بين سوريا وإيران وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. وأكد مخبر وولايتي خلال اللقاءين رغبة بلاده بتعميق هذه العلاقات وخاصة الاقتصادية لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين. هذه اللقاءات تلت لقاء جمع المقداد بمحمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، بحثا خلاله مختلف التطورات الدولية والإقليمية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الذي من شأنه أن يفشل كل المخططات الرامية إلى تقسيم المنطقة وتجزئتها خدمة للمشروع الصهيوني الأمريكي. أكد السفير بسام صباغ أن سوريا انضمت إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية طوعا، ودمرت مخزونها ومرافق إنتاجها خلال فترة قياسية. خلال جلسة لمجلس الأمن بيّن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة أن بعض الدول تواصل تسييس ملف الكيميائي في سوريا، فيما تماطل الأمانة الفنية لمنظمة الحظر في التعامل مع بعض جوانبه. الواضح أن السيد مدير عام المنظمة قد ذهب بعيدا في الرضوخ لسياسات الدول الغربية وبدأ يفصل تطبيقه للاتفاقية على قياسات تلك الدول وجداول أعمالها السياسية، مما يؤكد بأن مسار عمله قد خرج عن المهنية
والولاية التي أنيطت به. إن قرار مؤتمر الدول الأطراف بتعليق حقوق وامتيازات عضوية سوريا في المنظمة الذي فرضته دول غربية عبر الضغط والابتزاز لا يعني بأي حال من الأحوال تنصل المدير العام للمنظمة من واجباته في التواصل مع السلطات السورية المعنية والسعي للتعامل مع بعض المسائل العالقة بين الطرفين بما يكفل حلها وإغلاقها بشكل نهائي. تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق مع تيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا. وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية أن يكون الجو صيفيا حارا نسبيا وصحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديميا مغبرا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية معتدلا في الليل مع نسبة رطوبة مرتفعة المناطق الغربية والجنوبية صباحا ورياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 50 كيلومتر في الساعة أحيانا تثير الغبار في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والبحر خفيف ارتفاع الموج. تفقد وزير الصناعة زياد صباغ جهوزية معمل سكر تل سلحب مع بدء الفلاحين توريد محصولهم من الشوندر السكري إلى الشركة. استلم معمل سكر تل سلحب أول دفعة سكر بعد توقف دام 7 سنوات. وزير الصناعة زياد صباغ اطلع على آلية العمل وأبرز المعوقات حيث تقدر الكميات المتوقع استلامها من الشوندر ما بين 150 إلى 160 ألف طن على أن يعطي سكراً بنحو 10%. بدأت عملية الإنتاجية بداء من استقبال الشوندر وانتهاء بمنتجاته السكر ومخلفات الإنتاج التي هي أيضا مواد أساسية للثروة الحيوانية ومواد أساسية لمنتجات أخرى كالخميرة والكحول وغيرها من المنتجات. تم تمويل البدار من أحد البلدان الأوروبية رغم الصعوبات الكبيرة وتم تأمين كافة مستلزمات الإنتاج. تم إقرار تسعيرة الشوندر قبل فترة كافية حوالي 9 أشهر أو 10 أشهر كانت 175 ألف بعد أن كان سابقا سعر الطن 25 ألف تم إقراره 175 ألف ليرة سوري للطن الواحد ثم كسعر مبدئي وبعد زيادة التكاليف تم إقراره 250 ألف. هذا وكان معمل سكر تل سلحب قد استقبل العديد من الجرارات المحملة بإنتاج الفلاحين من الشوندر السكري للبدء بدورة تشغيلية إنتاجية لتصنيع السكر. العمال الذين قدموا العمل بأقصى طاقة ممكنة إضافة إلى عودة العمال المسرحين أو المتقاعدين وطوعا لبوا نداء الشركة ويعملون ليل مع النهار بشكل متواصل. قمنا باتخاذ الإجراءات اللازمة وكان هناك الكثير من الأعمال المجهدة والعمل الدؤوب المستمر حتى وصلنا إلى هذه اللحظة السعيدة بعملية استلام المحصول وتشغيل الشركة بكافة الأقسام. إلى ذلك استمع وزير الصناعة من الفنيين والمهندسين لشرح مفصل عن أعمال الصيانة وإعادة التأهيل التي جرت بالمعمل رغم التحديات التي واجهتهم بتأمين القطع التبديلية اللازمة نتيجة الحصار الاقتصادي. منح فرع مصرف الوطنية للتمويل الأصغر في طرطوس 1477 قرضاً لتمويل المشروعات المتنوعة خلال النصف الأول من العام الجاري
بقيمة إجمالية تجاوزت 2,600,000,000 ليرة سورية. أشار مدير فرع المصرف جوزيف نجار إلى أن القروض الممنوحة توزعت بواقع 160 قرضا تنمويا إنتاجيا ومهن حرة وحرفية وخدمية بقيمة 500,000,000 ليرة. أبلغت المشروعات الزراعية الممنوحة وفق نجار 25 قرضا قيمتها 80,000,000 ليرة. أضاف نجار إن نسبة القروض الممنوحة لدعم وتمكين المسرحين ممن لديهم مشاريع صغيرة وتأسيسية بلغت 325 قرضا بقيمة 1,100,000,000 ليرة. أبلغت القروض الشخصية والفورية والتعليمية 967 قرضا قيمتها الإجمالية 920,000,000 ليرة. بدأ مزارعو الفستق الحلبي في ريف إدلب الجنوبي بجني المحصول الذي يعتبر أقل إنتاجاً من العام الفائت، مع مطالبات بتقديم الدعم اللازم من المحروقات والسماد لزيادة الإنتاج العام القادم. موسم الفستق الحلبي يعتبر من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية في ريف إدلب الجنوبي، ويعود بالفائدة الاقتصادية على البلاد. مزارعو ريف إدلب الجنوبي بدأوا جني المحصول هذا العام وسط إنتاج متوسط مقارنة بالعام الماضي لطبيعة الشجرة المقاومة وتأثرها بالعوامل الجوية، والمطالب تتلخص بالدعم بالسماد والمحروقات لزيادة الإنتاج العام القادم. بدأنا في الريف المحرر من محافظة إدلب بجني محصول الفستق الحلبي، وهذه الشجرة هي الذهب بالنسبة لنا، ولكن نحن له أهمية اقتصادية ونطلب من الحكومة الدعم بالنسبة للأهالي. ونحن في هالحالة إذا ساعدتنا الدولة في مساعدات برد مردود أكبر بالنسبة للأهالي وبالنسبة للدولة. نطلب أنه يعاونونا يساعدونا من مازوط من سماد من أدوية، لأنه شجرة الفستق عم تتراجع كتير لورا. موسم ضعيف جدا عن السنة الماضية بحوال الجو، أمطارنا كانت قليلة جدا والموسم ضعيف كتير، نطلب من الحكومة مساعدتنا. ريف إدلب يشكل مركزا هاما على مستوى القطر من حيث المساحات المزروعة بشجرة الفستق الحلبي وكميات الإنتاج التي تبلغ نسبة 70% من إنتاج سوريا. هذا الموسم يعني بعمل يعني بإفادة للمواطن وإفادة للعامل وإفادة للعالم كله، والناس كلها يعني بتشتغل، يعني كمان فيها إفادة للعامل والناس يعني كلها عم تشتغل وأمور يعني فرحانة. موسم يعني كويس، بس الإنتاج يعني خفيف جدا. يعني كل سنة الحمد لله يعني بنستنى هالموسم، يعني باب رزق لنا الحمد لله رب العالمين، بنشتغل ونحن وعيالنا وعايشين الحمد لله رب العالمين ومكيفين ومبسوطين. يعتبر الفستق الحلبي السوري الأول على مستوى العالم من حيث السعر بسبب الجودة العالية الذي يمتاز بها، بسبب الجودة العالية التي يمتاز بها. والإنتاج في هذه السنوات في السنوات الأخيرة يختلف عن الإنتاج في السنوات السابقة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة، وبسبب ارتفاع أسعار الحراسة. هو موسم الذهب الأحمر كما يحب مزارعوه تسميته، نظرا لعائداته المالية التي يكتسبها المزارع والمواطن والدولة لكونه يصدر باتجاه معظم الدول العالمية. تجاوزت المبالغ المالية المصروفة للفلاحين من فروع المصرف الزراعي التعاوني في محافظة درعا لقاء تسليم محصول القمح إلى مراكز الحبوب ومؤسسة إكثار البذار 85,362,000,000 ليرة سورية منذ بدء عمليات التسليم. وذكر عبد الله عياش مدير فرع المصرف أن عملية الصرف تتم بناء على قوائم تحول من مراكز الحبوب ومؤسسة إكثار البذار إلى فروع المصارف الزراعية المنتشرة في درعا وإزرع والصنمين وخربة غزالة ونوى، مؤكدا أن عملية الصرف تتم بيسر وسهولة ودون تأخير وخلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة. وأوضح عياش أن عملية الصرف مستمرة بالتوازي مع تسويق محصول القمح إلى مركزي الحبوب في إزرع والصنمين أو مركز إكثار البذار في إزرع، مبينا أن مستحقات الفلاحين المسوقين لفرع إكثار البذار يتم تحويلها من فرع المصرف الزراعي في إزرع إلى أقرب مصرف زراعي لمكان سكن الموردين بهدف تخفيف أعباء الانتقال عن الفلاحين.
تستمر شكاوى الفلاحين في ريف حلب بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم استلامهم مادة المحروقات، الأمر الذي ينعكس على الأسعار ومنه على المواطنين بشكل كبير. ريف حلب الشمالي وتحديدا كفر ناصح، كفرناية ومسقان، تشتهر البلدات الثلاث بالزراعة المروية، وفي هذا الوقت بدأ موسم جني البطاطا. وبالرغم من أن الموسم جيد جدا، إلا أن الفلاح تعرض لخسائر بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وخاصة مادة المحروقات، حيث لم يستلم المزارعون أي محروقات للري، علاوة عن أن البطاطا تحتاج في هذا الفصل إلى برادات لحفظها وتخزينها، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها، فالكيلو الواحد يتكلف الفلاح قرابة 900 ليرة سورية. أنا مزارع بطاطا، زارع السنة بطاطا أفرست جبناها من عند الدولة من كسار البيزار. الإنتاج الحمد لله وفير والأمور ممتازة يعني، بس المشكلة في الزراعة هي عندنا المازوت، يعني المازوت غالي كتير وما عم بتوفي يعني بتنباع البطاطا اليوم بين 850 ل 900 ليرة. جينا اليوم الصباح قلعنا البطاطا بالدركتور فلحناها، بعدين أجوا العمال وصار يعبوا بالكياس هي التناتي هاي، ونحن بنحملها على السيارات وعلى الدركتور وبناخدها على البراد، وبالبراد صاير عم ياخذوا منا تكلفه كثير على الكيلو 350، وصاير عبء علينا نحن كمزارعين. ارتفاع تكاليف انتاج البطاطا رمت بثقلها على كاهل المواطن الذي بات يشتريها من السوق ب 1500 ليره سوريه للكيلو الواحد. المواطنون في ريف حلب اكدوا لقناه سما ان ارتفاع اسعار الخضروات لا يتناسب اطلاقا مع الدخل المتدني، خاصه وان هذه الخضروات تعتبر من المواد الأساسية اليومية. بدو كلين بطاطا حقاً 3-4000، حق الكيلو 1500 ليرة، إذا توفي مع المواطن يوميته مدخوله 4-5000، والمزارع أبول بتكلفني 1000، وين بده يروح المواطن بقى؟ بدنا 3 كليات، هاي يومية اللي عم طالع عم حطة. يعني أنا يوميتي اليوم 5000 ورقة بدي بطاطا بس لحالة، هذا الموجود. الله يعين الفقير ويعين الدرويش ويعين عند أولاد صغار، فمحتارين شلون بدنا نعيش. خضرة بيجيب خضرة غالي بحسب علينا غالي، من فلاح بيحتج علينا. بين الفلاح والمواطن يبقى ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار النقل الهم الأكبر والقضية الأساسية التي تتسبب في ارتفاع كافة أسعار السلع الزراعية، فضلا عن أنها من متطلبات الحياة اليومية التي لا يمكن الاستغناء عنها، فكان لزاما على الحكومة السورية تأمين بدائل للفلاح في ظل الظروف المعيشية الصعبة. هيثم كزو، قناة سما الفضائية، ريف حلب الشمالي. وقعت وزارة المالية ومصرف سوريا المركزي وهيئة الأوراق والأسواق المالية وسوق دمشق للأوراق المالية على مذكرة تفاهم بخصوص الاكتتاف مزادات سندات الخزينة وتداولها في سوق دمشق للأوراق المالية. وبموجب هذه المذكرة تم السماح لشركات الخدمات والوساطة المالية العاملة المؤهلة والمعتمدة من قبل الهيئة بتقدم بعروضها للاكتتاب على سندات الخزينة لحسابها المباشر أو لحساب عملائها من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين السوريين بموجب تفويض من العميل. كما يمكن لوزارة المالية إدراج سندات الخزينة في سوق دمشق للأوراق المالية وتداولها وفق أحكام نظام التسجيل وإيداع وتداول سندات الخزينة الصادر بقرار مجلس إدارة السوق. أعلنت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 56,027، شفي منها 52,796 حالة، وتوفي 3,150 حالة. هذا وتتابع المراكز الصحية والفرق الجوالة المنتشرة في ريف الرقة المحرر حملات التطعيم ضد لقاح كورونا وسط إقبال ملحوظ من قبل الأهالي. مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد وضمن الحملة الوطنية المكثفة للتطعيم، تتابع المراكز الصحية المنتشرة في محافظة الرقة وريفها أعمالها في تقديم اللقاح المجاني للأهالي الراغبين بتلقيه وسط أقبال منهم على تلقي كافة الجرعات. تقوم مديرية صحة الرقة بجهود لمكافحة انتشار وباء كوفيد وتقديم لقاح ضد هذا الفيروس عبر مراكزنا الثابتة وعبر فرقنا الجوالة. لدينا في الريف المحرر 6 فرق ثابتة
أربعة في الريف الشرقي واثنان في الريف الغربي. ولدينا في القطاع خارج السيطرة ثلاث مراكز ثابتة تقدم اللقاح بشكل دائم. حملة اللقاح حملة مجانية مقدمة من وزارة الصحة السورية، تقدم كافة أنواع اللقاحات الكوفيد 19 لكافة الأخوة المواطنين من عمر 18 سنة وما فوق. واللقاح آمن ومجاني ومقدم من وزارة الصحة وعن طريق منظمة الصحة العالمية. طلعنا حملة لقاح بالفرق الجوالة 31 الشهر. اللقاح من وزارة الصحة، اللقاح آمن واللقاح فعال، نحاول نوصل كل المواطنين. 9 مراكز صحية إضافة إلى الفرق الجوالة ضمن الأرياف المحررة من الإرهاب والمناطق التي تقع خارج سيطرة الحكومة السورية تشارك في هذه الحملة بهدف الوصول إلى جميع المواطنين من عمر 18 وما فوق، وذلك للحد من انتشار هذا الوباء والقضاء عليه بشكل نهائي. ترجى من الأخوة المواطنين أن كلهم يسوون لقاح. من خلال ما سمعنا بالتلفزيون أو كذا من حملات التوعية طبعا حول أخذ لقاح الكورونا، طبعا سارعنا إلى الفرق الجوالة لأخذ اللقاح. هذا اللقاح طبعا آمن وهو مجاني، تقدمه وزارة الصحة. خلينا لقاح من السيارة والله ينطيهم العافية والحمد لله، وإحنا خلينا لقاح كورونا. خلينا اللقاح من الفرق الجوالة، واللقاح تقدم بشكل مجاني لجميع المواطنين، وأنصح كل واحد أن ما أخذ التلقيح يلقح ويأخذ التلقيح لأنه آمن بشكل عام. لقد أخذنا اللقاح، أنه اللقاح الفعال والسليم. الحملة التي انطلقت مطلع الشهر الجاري وتستمر حتى نهايته تهدف إلى رفع نسبة المواطنين المتلقين للقاح وتشجيع الآخرين على ضرورة تلقيه لكبح تمدد هذا الفيروس. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.